مساء الخير. عقد في مقر رئاسة مجلس النواب لقاء ضم رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ورئيس مجلس وزراء نجيب ميقاتي والأستاذ وليد جنبلاط، حيث تم التداول بالأوضاع المصيرية التي يمر بها لبنان، وقد اتفق المجتمعون على ما يلي: أولاً، إدانة واستنكار العدوان الوحشي الذي يشنه العدو الإسرائيلي المجرم على الشعب اللبناني، والتعزية الحارة بالشهداء الذين سقطوا نتيجة جرائمه المتمادية التي فاقت كل الحدود، وهم شهداء كل لبنان سقطوا دفاعا عنه وعن سيادته بوجه العدو الإسرائيلي الذي يمعن في جرائمه في فلسطين كما في لبنان، والذي يسعى إلى تفجير المنطقة وإدخالها في أتون حرب إقليمية. الثانيا، التأكيد على أهمية وحدة اللبنانيين بمواجهة هذا العدوان وتضامنهم الوطني، لا سيما في القيام بواجب احتضان العائلات النازحة من أبناء الجنوب والضاحية والبقاع وفقا لما تقتضيه أصول ومبادئ الانتماء الواحد والمصير والمستقبل المشترك، والتنويه بجهود الحكومة في هذا المجال، ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، والاستجابة لمتطلبات خطة الدعم التي طرحت من قبل لجنة الطوارئ الحكومية في أسرع وقت ممكن، خاصة أمام إصرار العدو الإسرائيلي على إطالة أمد العدوان وغياب المبادرات السياسية لوقوفه ودخولنا فصل الشتاء ويمليه ذلك من احتياجات إضافية. ثالثاً، التزام لبنان بالنداء الذي صدر في الاجتماعات التي جرت أبان عن عقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة العربية السعودية وقطر وألمانيا وإستراليا وكندا وإيطاليا، وبالتالي الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار والشروع في الخطوات التي أعلنت الحكومة التزامها بها لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 وإرسال الجيش اللبناني إلى منطقة الجنوب الليطاني ليقوم بمهامه كاملة بالتنسيق مع قوات حفظ السلام في الجنوب، وذلك حماية للبنان مع استمرار الاعتداءات والأطماع الإسرائيلية، ودعوة المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر بحق لبنان وشعبه. رابعاً، دعوة الشركاء في الوطن إلى سلوك درب الوفاق والتلاقي تحت مظلة الوطن الواحد والدستور والمؤسسات الجامعة، والاطلاع بمسؤوليتنا الوطنية المشتركة عبر انتخاب رئيس وفاقي للجمهورية يطمئن الجميع ويبدد هواجسهم المختلفة لنعيد صياغة أولوياتنا الوطنية في مؤسساتنا الدستورية التي تكفل مشاركة وحقوق الجميع، خاصة في وقف العدوان الإسرائيلي وسلوك درب الإصلاح والإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي. وفي هذا المجال فأنا نأمل أن يشكل لقاؤنا هذا خطوة أولى للقاء والتقاء جميع القوى والشخصيات المكونة لنسيجنا الوطني للانطلاق في هذه المهمة، وندعو إلى البناء على الدينامية الإيجابية التي أطلقتها الاتصالات المتعددة التي قام ويقوم بها الرئيس نبيه بري مع مختلف الكتل النيابية لأجل إنجاز هذا الاستحقاق. شكرا لكم. شكرا دكتور رئيس.